في رواية لأمير، روايات لأمير المؤمنين سلام الله عليه، شو بيقول لك؟ بيقول لك الرواية لأمير المؤمنين، بيقول لك العلم ليس موجود في السماء لينزل إليك، ولا مش موجود في الأرض ليخرج إليك. عم تحدث بمعنى الرواية، ولكنه الله عز وجل جعله في قلوب عباده المؤمنين المتقين الذين يزرعون في نفوسهم الحكمة والوعي والعلم. في هذه الرواية موجودة على عدة أوجه من عدة أئمة، بس أنا عم جيب لك المختصر المفيد منها. فنحن بنكتشف شو الموضوع، يعني الله عز وجل بكل خلية من هذه الخلايا جعل فيها علم، هذا العلم مسؤول عن قطعة كبيرة بقلب العقل. يعني مثلا كيف عرفت هذه الخلية الموجودة هون؟ إذا أنا فكرت بهذه الفكرة، يجب أن تتصل بشيء معين من عقلي بالمكان الآخر، أو من وراء أو من قدام، أو بالفصل الأيمن أو الفصل الأيسر، وكيف تتعامل معها من خلال الإيموشنز، من خلال الحركات العاطفية والحركات العلمية والحركات الوعي المطلق وهالأمور كلها، كيف تتعامل مع بعضها البعض بهذه الطريقة. أنا بسأل العلماء، يعني ليش بصير في خريطة؟ هلا بقول لك إنه تغيرت الفكرة، إذا تغيرت الفكرة يعني هنالك خريطة أخرى موجودة بمكان آخر. طيب، هذه المعلومات على أي أساس مبني؟ هذه المعلومات على الإخوة والأخوات مبنية على كل الأساسات الموجودة من الناحية العلمية التي تشملنا في وجودنا الأرضي، وفي وجودنا المادي، وفي وجودنا المعنوي. يعني مثلا إذا بتطلعوا لحياة المفكرين والعباقرة وهالأمور، ما بتلاقوهم كانوا كتير مرتاحين بحياتهم. ليه؟ لأنه كل ما الإنسان يزيد التشابك والترابط العقلي مع الكم الحقيقي الموجود في الأمام والوراء، تنفتح أمامه الحقائق أكثر وأكثر، ليرى أكثر وأكثر. يعني يعني هلأ مثلا في جروبات على الفيسبوك موجودة عن علم الخيمياء، بدخل عليها وطبعا في إخوة يظنون أنه إذا حولوا معدن من معدن إلى معدن آخر، بصير في هنالك عندهم نوع من أنواع الحكمة. هني ترجموها بهذه الطريقة عن طريق علوم قديمة موجودة في كتب قديمة، بيقول لك أنه تحويلها يحتاج إلى الحكمة. طيب، شو دخل الحكمة إن احنا نتعامل فيها كلقمان الحكيم شو ومع واحد يحول المعادن؟ ليه؟ لأنه لحتى يوصل لسر تحويل المعادن يجب أن يتبع خطة الحكمة الموجودة الله عز وجل في الخريطة، لحتى يقدر يوصل على هذا الكنز الموجود أنت جواتك لعلم تحويل المعادن. يعني علم تحويل المعادن موجود في عقلك، مظبوط؟ فأنت تحتاج إلى الحكمة للوصول إليها. كل الذين لا يصلون إليها ما بيكون عندهم حكمة. إذا وصل إنسان عليه لإلها وما بيكون عنده حكمة، بيكون بمحض الصدفة أو بمحض الإرادة الإلهية لموضوع الامتحان. فهمت كيف؟ يعني بموضوع الامتحان. طيب، فأنت لحتى توصل لهذا الموضوع يجب عليك أن تتبع طرق. شو هي الطرق؟ هي طرق عديدة، ولكن يجب أن تناسب أهل زمانك، يعني أهل الزمان اللي أنت عايش معهم، وإلا بتكون أنت بكوكب وهني بكوكب آخر، وأنت بتكون جاذب للطاقة القديمة اللي كانت موجودة على الأرض. شو يعني جاذب للطاقة القديمة؟ يعني مثلا من بعض الأفكار القديمة مثلا إنه الجاذبية غير موجودة، بيقول لك إنه الجاذبية هي تأليف غربي. فهمتك؟ يعني مثلا نيوتن لما قال الغربي، هي إجت من علوم إسلامية، كانوا موجودين ناس في الأندلس تحدثوا عن الجاذبية، ناس موجودين كانوا علماء موجودين في سوريا، موجودين في العراق، موجودين في إيران. هذا البحث العلمي الهائل، إخوان الصفا، هؤلاء كلياتهم تحدثوا عن شيء جاذب طاقة ولكن لا يعرفون ماهيتها. وصلت لعند نيوتن، نيوتن عمل لك فيلم التفاحة وقال لك التفاحة وقعت على راسي ولازم يكون في هنالك طاقة والأمور كلياتها. ونحن بنستهزئ بأنفسنا، بنقول لو وقعت التفاحة علينا كنا مسحناها وأكلناها. لا يا أحبة، أيها الأخوة والأخوات، مش بهالطريقة. كان هنالك تجاذب قوي بين العلماء في العالم العربي، وأسست للعلوم الحديثة الموجودة في العالم الغربي. طيب، لأنه في هذا العصر قبل ظهور الإمام المهدي، يجب أن يكون هنالك ناس تجهل هذا الموضوع لمقاومة صاحب العصر والزمن. نعم، هالأمور تجذب الطاقات القديمة
اللي هي كانت موجودة في العصور الوسطى، الذين قاموا بقتل جميع العلماء من دون السؤال عنهم. بنفس الوقت شو بيصير؟ بيصير انه تسطح العقول كلياتها، بممكن تمر عليها اي شيء، ممكن تقول لها هذا موضوع مؤامرة. يعني مثلا ظهر الامام مهدي بيقول لك اه هو الامريكان طلعوا واحد، لانه هن قريوا احاديث اهل البيت، قريوا احاديث الشيعة، وقد ما طلعوا الشيعة حكوا عن الامام المهدي، طلعوا واحد من مكة وقال، وفي ناس كتير حتصدق. ليه؟ لانه هذا الكم الهائل من المعلومات المغلوطة في عقلك، شوفوا التشابك اللي موجود غلط كلياته في العقل. بتعرفوا العقل يحتاج تقريبا لفكرة لا يغيرها، يحتاج إلى 40 يوم للانتقال من مكان إلى مكان آخر.